بقالوا رجع كويس بالاشرفيه معرض لنيلا جابرييل ثابت موجوده معنا اليوم، اهلا وسهلا فيك. معرض مميز بالقطع الموجوده فيه وبالتكنيك اللي انت بتشتغليها. رح نشوف بعد شوي صور عن هالمجسمات او المنحوتات يلي موجوده بالمعرض، واللي كلها هي منحوتات اشجار الشجره. هالقد مهمه بالنسبه لك، رح نحكي بالتفصيل عن هالموضوع، بس شو الباك جراوند تبع يعني لك؟ انا درست اكونومي باليسوعيه، بعدين درست برا، عملت بوليتيك، عملت بزنس، بعدين حبيت اعمل شيء انا بحبه. درست عند كريستيز تبع المزاد بباريس، درست واشتغلت عندهم سنتين، وهونيك تعلمت كثير اشياء. يعني مع كل الاختصاصات اللي عملتيها اللي مختلفه كليا عن هالنوع من الفنون، كيف بيرجع الواحد يعني بيقرر انه يمشي بخط يعني انا دائما بلاقي حالي بعمل اشياء بالبيت، انه كنت عم بعملهم انا لالي اول شيء للاصحاب وهيك، ويعني حبيت غير، حبيت اعمل شيء انا بدي اياه، انا بنبسط فيه، يعني انا بحبه. هيدا اللي بفرحك. هيدا مزبوط. خلينا نشوف شوي بعد هالمنحوتات نايلا. الشجرة شغلة كثير مهمة بالنسبة لإلك، والشجر على أنواعه يعني. مزبوط. بس هون مثلا شو عم نشوف؟ نوع معين من الشجر؟ هيدي شجرة، هيدي شجرة شفتها مرة بجدوب بفرنسا اسمها أوتو جوي. هيدي شجرة هيك كثير مبسوطة، مثل كأنك الورق عم بيرقصوا، كأن معمولة من بارتيسيون تبع بيتهوفن. الأوتو جوي. أوكي. كل شجرة لها حسب، أنا بشوف شجرة بحب انقلها، يعني بيكونوا شجرات اوقات صغار اوقات كبار، اوقات زعلانين اوقات مبسوطين، يعني حسب جرب ركبهم يعني وانقلها من الطبيعه. هلا رح نشوف كمان كثير انواع من الاشجار، بس دائما الاغصان واضحه ومبينه، يعني الورق مش عم يخفي الغصن. هيدا دائما بالخريف هالشجره ولا نوع معين من الاشجار؟ يعني هنا انا بجاري مثل هي مثلا، جربت كثير مغطيه اللي عم تشوفوها هلا، يعني حسب انا التام يلي بحب احكي عنه، في حسب الماتيريال اللي بحب استعملها، او قد بستعمل شفاروفسكي، او قد بستعمل مثلا مكتوب، يعني شيء تنقدر نشوف. هون شو عم نشوف؟ هدول ارينيه صغار. كلها الشجره عم تتاكل، يعني عم هيدك عناكب عم ياكلوا الشجره. مزبوط. انه في افكار يعني حسب، بعدين حسب المود، يعني هولي شفاروفسكي مثلا شجره هيك عم بتلمع شوي حسب التيم. الاغصان يعني والجذع هن مصنوعين من شو؟ هيدا خيط، انا بستعمل حسب خيط ذهب، خيط فضه، خيط نحاس، حسب شو. هيدي الكوليكسيون عم تشوفوها كلها معموله من خيط نحاس اسود. ولا شجرة مثل الثانية، لأن بالطبيعة أصلاً ما في ولا شجرة مثل الثانية، فعم تنقلي شجرة معينة. هيدي كثير حلوة مثلاً، هيدي للمغرومين والحب عم تنقلي شجرة من الطبيعة؟ من الطبيعة. مزبوط. يعني بشوف شجرة بالباركيت، بطلع على الأرز، شفته أرزة بفتكر هيدي من الشجرة، شفتها بالأرز، يعني برسمون بجرب انقلون. هون كمان عم نشوف شيء مش هيدا بونزاي صغير باليابان، في كثير من هدول التشيري بونزاي. تشيري بونزاي بالربيع بيوقعوا كثير ورقهم وزهورهم. هيدا ذهب. اذا عم تعملي دراسه على الشجر لتقدري تعملي شجره يعني مجسمه او منحوته عن شجره حقيقيه. هيدا ارزه. مزبوط. مزبوط. هيدا ارزه. مزبوط. ايه. اوكي. مع الورق علم لبنان كله. طيب الورق من شو مصنوع؟ هلا حسب، بستعمل هيدي كانفاس اللي بتعملي بانتور عليها، بستعمل ورق فوتو صور. وبتشتغلي كل ورقه وحده؟ كل ورقه وحده. هيدي الشجره اسامي مثلا، كل ورقه عليها اسم. وهل منحوته بتكون رسمه بالاول؟ يعني بتكون بلان؟ رسمه بتكون بلان. مزبوط. بترسمي البرانش، الفاي صغير البرانش، لتقدر تركبيها مع بعض لتقدر تعمليها كشجره. وهون كنت عم تقولي بنعمل في كالكول لحتى تعرفي كل غصن وين بده يركب تطلع الشجره متناسقه، لان بالطبيعه الشجره قد ما تكون يعني معجقه بتضلها فيها تناسق. مزبوط. يعني مجبوره بدك تعرفي كم برانش بدك تحطي مع بعض، كم هيدا لحتى
تكون شجره تبين شجره يعني. شجره طبيعيه، بس يعني عندك هلا تكنيك معينه كيف فيك تستعمليها بغير اشياء، يعني مش ضروري بس شجره، بس انت مركزه على هالموضوع. انا مركزه بحب كثير الشجر، مركزه مزبوط على الشجر، عم بشتغل هلا على كوليكسيون شيء يتعلق على الحيط، بس كمان الفكره تضل ذاتها، يعني اذا مش اشجار شيء بيذكر يعني مع ورق مثل بويسون، يعني اذا مش شجره و... عم تعرضي هلا بلبنان بجاليري هلا بجاليري جاكاويس، نحن ثلاث فنانين هلا مني بس وحيده، في كارلا باز وسليم عتيه كمان بيعملوا اشياء حلوه كثير. نحن كمان عم نحطيت لا سليم بيعمل تابلويه ديجيتال ارت، كارلا بتعمل مبل ديزاين، بقى نحن ثلاثه هلا اشتغلنا مع بعض لهالمعرض. عرضتي برا؟ انا بعرض بلندن. بتعرضي بلندن؟ بتشتغلي بلندن، شو التجاوب مع هيك نوع من الفنون؟ الناس بحبوا كثير لانه شغله ما كثير بيشوفوا، يعني مميزه، شغله شوي مزبوط شجر، بعدين ما كثير بتاخذ مطرح بالبيت، يعني شيء حلو واحد يكون عنده هيك قطعة هيك ديكور بيس اوف ارت وبنفس الوقت ديكوريشن على مزبوط. يعني اجمالا لا العالم عم بيحبوا هالشيء، وفي كثير اشخاص يعني شجره معينه بتعني لهم، بترمز للبلد، بترمز اوقات لضيعه حتى معينه. مزبوط. هلا انا مثلا الارزه طلبوا مني يعني اعمل ارزه، ومزبوط هي فكره كثير حلوه، يعني اوقات في ناس بيطلبوا شجره معينه، بيطلبوا اشياء معينه على الشجره، اذا مثلا صور اولادهم او صور العائله مثلا، يعني في افكار كثير فيها. بس عرضتي بلندن او عرضتي مكان؟ ايه بس صار لي ست سنين تقريبا بشتغل فيها، هي بشتغل بلندن اكثر شيء. هلا عندي طلبيات اوقات في طلبيات، يعني في اوقات بيطلبوا شجره معينه او بيطلبوا بيتصلوا فيي، ممكن المنحوته تعمليها اكثر من مره؟ هي كل قطعه انيك، يعني شجره ما بتطلع مثل الثانيه، بس الفكره برجع بعيدها، يعني اذا عزت عيدها او مثل عامله كذا ارزه يعني، بس ما بتطلع شجره مثل الثانيه يعني اكيد. فاذا المعرض بيجل ورجع كويس بالاشرفيه لايمتى؟ مزبوط لجمعه الجاي لغايه 30 شهر يعني؟ لل 26 لغايه 26 ال 24 عاملين جودي سوار نوكتورن لل 10 بالليل. وهلا عم تكونوا لاي ساعة؟ من العشرة للستة. من العشرة الصبح للستة عشية، ب 24 رح يكون للعشرة وهو بيخلص ال 26. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي كل شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا وقفي هلا وبنرجع نتابع.